فهؤلاء الكفار المستكبرون السادة والرؤساء لا يمكن أن يخدعوا هؤلاء إلا بمكر. لماذا؟ لأن الحق مقبول لدى الفطر، ولا يمكن صد هذه الفطرة إلا بماذا؟ إلا بخداع ومكر. فلهذا انتبهوا لدعوة أهل الشر والفساد، فإنهم لن يأتون إليكم يقول مثلا ازنوا اشربوا الخمر، ولكنهم يخادعون ويأتون بأسباب الزنا وطرق الزنا عن سبيل بسبيل التقدم والحرية والمساواة وما أشبه ذلك. مثلا خل المرأة تخرج بالسوق متبرجة، خلها تشارك الإنسان في العمل، دعوها تشاركه في الدراسة، دعوها تكون إلى جنبه في الكرسي. أنتم إذا جعلتم المرأة تخالط الرجل وتمشي معه زالت الغريزة الجنسية في نفوس كل واحد منهما، لأنه يكون الأمر عاديا بينهما، فجلوسه إلى جنب امرأة كجلوسه إلى جنب ذكر. لكن إذا حبستم ذلك وقلتم الرجال هنا والنساء هنا، اشتاقت النفوس نفوس كل واحد منهم إلى الآخر، نعم، وحينئذ يزداد طلب الرجل للمرأة والمرأة للرجل. شوف كيف الخداع هذا، نعم، ما علموا أنهم إذا اختلطوا حصل الزنا، بمجرد الاختلاط يحصل مفسدة، وما حصلت الحوامل والعاهرات والفاجرات إلا بالاختلاط. لكن هؤلاء الدعاة إلى الشر ينكرون بالناس، لأنه لو أتوا بالشر على وجهه هكذا نفرت من النفوس ولا قبلت، لكن يأتون به بصيغة المكر والخداع والمبررات الفاسدة حتى يقبله ضعفاء النفوس ومن ليس عندهم نظر عميق. فالسطحيون يقبلون مثل هذا الغرور، ولكن المتعمقين في النظر يرفضون هذا رفضا باتا، ويقولون إن تلبس هؤلاء بالإصلاح ما هو إلا خداع ومكر. هذا معنى قوله بل مكر الليل والنهار.